اي بس انتبه هذولي. سويت غبي هاي سويت انا قلت لك لا تتحرك، قلت لك ابقى بصفي ولا تتحرك. هاي سويت هاي ايش تسوي؟ قلت لك ابقى وقف هنا لا تتحرك. يعني انت كان المفروض تدير بالك، تدير بالك يعني كان المفروض شنو؟ مو انت، لا مو لا مو ابني، انت اللي وقعتها. لا لا انت اللي وقعتها. يعني مثلا شنو انا كذابه؟ لا انت اللي وقعتها. الناس كانت بتسمع الكلام وهي في حاله صدمه من اول لحظه. شنو انت؟ شنو صار؟ وقعها هو ودي ينظف ودي يقول البيبي وقعها، وحتى اسال هنا المدام يعني. والله مو انا كسرت المدير، هو انت حتى اشتغل انا وهي ابني كسرتها. حتى اسال يوم هم كانوا واقفين. زبون ما يكذب لما؟ لا انا ما شفت، والله انا ما شفت، انا شفته هو. لا لا انت وقعتها هسه، انت كنت تكنس انا هسه شفته قدامه هو كسر. ناس كتير كانت بتتابع وبتحاول تفهم القصه، بس ده مش هيطول كتير. اذا انت عندك كاميرا طلعي. انفعال الناس كان من القلب. انت هسه نظفت؟ لا مو انا يا ابني. ايه مدام حرام عليك. لا لا ثاني واحد ما كسر. حرام عليك. لا مو ابني وقع. هو شنو صار؟ كاميرات حرام يعني. الموظف ما له علاقه عشان ينظف. لا هو دا ينظف ووقع، هي مو على قمتها. بس انت وقعتها يعني ليش؟ لا 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 انت وقعتها. لا لا مو هو وقعها. لا ابني ما له علاقه. نظره كلها حسره والم. لا ما يصير، احنا ما نقبل، احنا مستحيل ما نقبل هذا الموضوع. قد فلوسك؟ هي مو على الفلوس بس هو ده ينكر يعني. لا هو الطفل كسر على دفعه. ومن هنا ما بقاش حد قادر يتحمل الام اكتر من كده. كنت واقف يعني ايش ده تكذبني انا؟ ما شفتك. انا شفت شنو؟ لا لا انت تكذبني. هاي شنو؟ مستحيل يعني قابليه شلون بشر؟ مستحيل. هاي شنو؟ حرام عليك. انا قدامك حتى لو هو بس مو متعمد. يعني وقررنا نتدخل هنا. السلام ورحمه الله. انا استاذ. انت شفت قريبا من الحاله؟ نعم. وشفتي شنو اللي صار؟ اي شفتها. وبالاخير ما تدخلتي؟ اي ما قدرت. او قلت لهم انا ما شفت. ليش رفضت التدخل بصراحه؟ مو قالت لي اخاف يسالوك انه شهدي انه هو كسره، اذا اشهد راح اظلمه ورب العالمين ما يرضى بالظلم، بس انهارت لان انقهرت عليه، ظلت تصيح عليه ويعني ظلم. شنو حسيتي انه عامل اجنبي يوم يشتغل بالعراق وتعرض الحالة من ظلم؟ شنو خلاك يعني انا اقول فوق الغربه وفوق شلعان القلب انه احنا نجي نذب بلانا عليه؟ لا ما يصير، لا مستحيل. كنا ولد حواء ادم، كنا اسلام. فاني ضوجتني هاي البنيه يعني غثتني حيل، والله صعدت السكر عندي.